مروان العويفي، صباح الخير. بونجور مروان. العويفي، بونجور. بونجور نتالي، بونجور عبدو. بونجورين، تفضل. نهاركم سعيد. رح نبلش اليوم لانه كثير عم يسالونا على المونه، دائما عم نحكي دائما خضره خضره. رح نحكي شوي عن المونه، واكيد الخضره موجوده اليوم، اللي بحب ياخذ خضرته اكيد موجوده، بس نعرف بايام السعه كثير والثلج تكون الخضره شوي قليله، بس اكيد في خضره، فيهم يجوا ياخذوا خضرتهم ونوعيه اكيد مثل العاده. بس حبيت ضوي على الاصناف اللي عندنا اياها. عندنا الخل التفاح وخل العنب موجودين، عندنا نوعيه كثير طيبه. السماق يلي هو اكيد مفحوص ونوعيه جيده جدا، سماق بلدي 100%. الزعتر، الخلطه يلي الكل بحبوها، خلطه بيت الزراعه اللي بياخذوها لبلاد برا وكمان للبنان، كمان موجوده عندنا. دبس الرمان يلي مشمس مجفف على الشمس، هالنوعية رائعة، يعني هالقنينة بيكون أكثر من 14 ل 15 كيلو رمان تطلع معنا هالقنينة الدبس الرمان الطيبة كثير، وكمان يلي عم ياخذها عم يعرف قد ايه هالنوعية كثير طيبة. حامض الحصروم يلي قديما بلشنا فيه وبعدنا مكملين فيه، وكان في كثير ناس ما كانت تعرف شو حامض الحصروم، في ناس كانت تعرف ما كانت تلاقي حامض الحصروم، صار موجود، وكمان قد ما حكينا عنه بيت الزراعة صار في كثير ناس عم تعمل حامض الحصروم، صار موجود أكثر بأكثرية المحلات. شراب الحامود، هون بدي اقول شراب الحامود وشراب البوسفير وكمان مربى البوسفير اللي عم ينعمل بمنطقه عنتورة المتن، هالنوعيه الرائعه، واكيد الجزريه يلي طعمتها غير شكل، واصناف ثانيه عم تنعمل بمنطقه عنتورة المتن. بدي اقول ميرسي كثير لمدام عايده عزار على هالهمه القويه اللي عم تعملها، وعم تركض ركض طريقة مش طبيعية لحتى تكون عم تعمل هالجمعية النساء يلي عم تعمل الأصناف الطيبة والنوعيات يلي قليل صرنا قليل ما نلاقيها بالسوق. الله يعطيها ألف عافية للست عايدة عزار. كمان بدي أقول على الصابون، صابون بلدي 100%، صابون سائل، كمان نوعية رائعة. أكيد بس نحكي موني، بنحكي كمان الأصناف البسكوي والكعك اللي عم بيعملونا إياهم. مثلا عندنا الكتر سبيسياليتي أرمينيان، كمان طيبة كتير. في عندنا النازوك كمان كثير طيبه، الكعك بطحينه، هلا اصناف الارمنيه الطيبه كمان الناس عم تطلبها بشكل دايم. الصفوف، صفوف بدبس، بدبس الخروب وصفوف عادي كمان عم صارت موجوده ببيت الزراعه، الى جانب الخبز الاسمر مع زعتر وسماء وسمسم، هالنوعيه الرائعه يلي عم يعملنا اياها استاذ امين بقول له يعطيه العافيه، كل اللي دقوها حبوها كثير وعن جد نوعيه رائعه. في عنا كمان الكعك المالح واكيد الكعك الحلو، كمان صاروا موجودين ببيت الزراعه، نوعيتهم طيبه كثير. بدنا اول شيء بس نحكي كمان على المونه، زدنا على المونه فتره ما كان في عنا ورجعنا جبنا الصابون البلدي يلي معمول ببيوت، نوعيه كثير منيحه، اللي بحب يجربون اكيد موجودين ببيت الزراعه. وفوتنا على المونه الايدرولا يلي هن كل شيء مقطرات، صارت موجودة عنا مقطرات الرومارين، إكليل الجبل، مقطرات الزعتر، السيترونيل، الكينا، اللافاند، الغار، العطر، كلهم موجودين بقنينة مثل هالقنينة. وأكيد في عنا الفيرفان، السنوبر، الزيتون، النعنع الجوي والنعنع البري، وكمان عنا الخبيزة. هالأصناف كلها موجودة ببيت الزراعة، اللي بيحب يكون موجودة عنده ببيته كمان في يخدون ويحطون عنده ببيته. إلى جانب المقطرات كمان الورق اليابس يلي القصعين يلي كتير ناس بتفتش عليه للقصعين وقدي له فوايد، كمان موجود ببيت الزراعة. سيترونيل ورق اليابس تبعها كمان موجود. المليسة، كلنا بنعرف المليسة قديش كانوا أجدادنا يستعملوها، النعنع اليابس والرومارا والمردكوش، كمان هالأصناف موجودة صارت عنا، إلى جانب ورق الغار وأصناف كلها الثانية كتير مشكلة موجودة ببيت الزراعة. وحتى هلأ عم نعمل ويل إسانسيال، مش نحن عم نعمل أكيد عم يعملونا إياه هون، ويل إسانسيال صار موجود عنا بقنين صغار، وكمان في تشكيل كبير من الويل إسانسيال، من اللافاند للنعنع، للنعنع البري، للفيرفان، كمان ورق الزيتون، الخشب، الأرز، كله صار موجود ببيت الزراعة. كمان هاي الأصناف زدناها على عائلة بيت الزراعة. هون ما بدنا ننسى أبدا الفريكي اللي عم تنطلب كثير من عنا، وذكرنا قبل مرة أنه محروقة على العالي، يعني ما فيها شوائب، ما فيها رمل، ما فيها بحص، نظيفة كثير ونوعية جيدة جدا، معمولة على الطريقة التقليدية. الحبوب، رجعنا فوتنا الحبوب، أكيد فاصوليا العريضة، البرغل، الأصناف تاني مثل الحمص والعدس، كمان شغل بلدي 100%. نحن كل أصنافنا
لبنانية 100%، ما بنشتغل لا معامل ولا مصانع ولا من أي دول، نشتغل بس من البيوت لا بيت الزراعة، ونحن هون من مرقون. أكيد عنا بيض البلدي يلي كل عم ياخده من عنا عم بيعرف قدي طيب وقدي مهم، كمان موجود عنا بيض البلدي ما في كميات كبيرة، بس كل ما بيصير في عنا أكيد عم ننزل. ما بدنا ننسى أبدا رب البندورة ورب الحر والصوص تومات، هالأصناف يلي كتير ناس حبتها نحن بعدنا عم نعملها دايما وبيعملونا إياها بنوعية رائعة. وفي عنا الصنف يلي كتير طيب اللي هو رب البندورة مع كزبرة وتوم، معمول بمنطقة عنجر، سبيسياليتي لبيت الزراعة، كل اللي بحب الطعمات الطيبة وسبيسيال واللي فيها حر صارت موجودة عنا، وأكيد الأصناف دايما عم نفحصهم ونوعيتهم جيدة جدا. ورق العنب يلي قليل ما نلاقي ورق عنب طيب وبعده جيتو وبعده طعمة هالحموضة فيه، نحن موجودين بهالمرادمين الكبيرة، نوعية جيدة جدا، يلي بحب يعمل ورق عنب يلحق حاله لأنه كمان هو كمياتهم منهم كتير كبيرة. إلى جانب البن، البن يلي أخذ يعني شهرة كبيرة وكتير حبوه الناس عنا، عنا أكيد وقية وعنا 400 جرام صاروا موجودين، وإن شاء الله قريبا رح نفوت أصناف تانية مثل إنستانت كافي بيقدروا يشربوها الصبح بياخدوها من عنا، بس أكيد رح نعمل فترة مندوقهم إياها للأشخاص اللي بيجوا لعنا، إذا أوكي نرجع مننزل مثل ما عملنا بالبن، كانت فترة دواء طويلة وبعدين نزلنا الأصناف. أكيد البينات باتر على الشوكولا، بينات باتر مع عسل، والبينات باتر الكريمي يلي بده يلف سندويشات لأولاده على المدرسة بيقدر ياخد هالبينات باتر زبدة الفستق ويستعملها، وأكيد طعمتها كتير طيبة. بأيام الساعة أكيد ما قلنا إلا الكشك مع القورمة، نوعية رائعة، هالكشك شغل منطقة عين برداي، بقول لها سلم إيديها للمدام اللي بتعملنا إياه هون، هلا بهالساعات كتير طيبين. لقتهم مسيح بيقة الكشكات؟ كيف؟ مسيح بيقة بيسلم عليكم، فيك تقول له بونجور لعبدو ناتالي إذا بدك. بونجور لألو مسيح بيقة عم يساعدنا اليوم لأنه شبابنا علقانين بالامتين ما قدروا ينزلوا من الساعة طبيعي هلا لك يعطيك ألف عافية. أكيد أصناف الكعك دايما عم نعمل عليهم أصناف مثل الأبل صوص، يعني صوص التفاح مع الكعك كمان عنا إياهم موجودين. أصناف الكراكرز يلي كمان عم تعمل إياهم مدام ميرا، طعمة كتير طيبة، كمان بيقدروا ياخذوهم على المدرسة، الكراكرز طيبين كتير. دبس الخروب يلي ما حدا أخده من عنا إلا ما عرف طعمته قد إيه طيبة، هلا مع الثلج كتير طيب. لا بيت الزراعة خصيصا، عفوا بقسمة، بقسمة مع الثلجات غير شكل صح، هلأ وقته فهيدا دبس الخروب يلي كل الناس تسألنا عنه، النوعية رائعة بتنعمل خصوصي لنا. العسل، عسل السنديان وعسل الشوكي والعسل الحمضيات كمان موجود ببيت الزراعة، وكل اللي جربوه عرفوا قديش مهم وقديه طعمته طيبة، وأكيد أكيد قديه قيمته. الزعتر العادي والزعتر المخلوط حكينا عنه كمان فيهم ياخدوهم من بيت الزراعة، إلى جانب أي نوع من الكبيس، كبيس مقتي، كبيس خيار، كبيس مشكل، أكيد هالأصناف كلها موجودة ببيت الزراعة، فريق بيت الزراعة من قلبه رب أكيد موجود تياخدوا من الجميع. واليوم بما أنه حكينا عن الموني، أي شخص بيجي بياخد موني من عنا على السعر الموجود على الواجهة بيكون عليهم 15% خصم على كل أصناف الموني، فأهلا وسهلا بالجميع، ما رح طول كتير عليكم، اللي بحب ياخد خضرته أكيد موجودة، واللي بحب ياخد مونته اليوم عليها 15% لأنه سألونا كتير شو عنا موني، حبيت أرجع دوي على الكل. وهون بدي أقول المربيات كمان 15% على كل الموني، مربى الشرجل، مربى المشمش كمان على كل الموني، نعم كل شيء موني، يعني كل شيء بالمرطبين وبالقنينه عليهم 15% من العسل وجر الدور، يعني على كل الاصناف. شكرا لك يا مروان، هيك بيقدروا يستفيدوا اليوم أكيد من الاسعار. ميرسي لكم، نهاركم سعيد ويعطيكم الف الف عافيه. شكرا لك مروان كمان، نحن رح